السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. فيديو اليوم غادي نوجدوا مع بعض كيك يومي بجوج بيضات حجم عائلي، كتجي زوينه بزاف، خفيفه وكيف ما كتشوفوا خفيفه 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 بزاف، والمقادير ديالها ساهلين واقتصاديين وموجودين في كل بيت. خليكم مع المقادير، فرجه ممتعه. المهم هنايا كيف ما كتشوفوا المقادير، نبداو على بركه الله. المقادير غادي نحتاجوا جوج ديال البيضات، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الحليب، وكاس معمر ديال الزيت. الكيسان كيس كاس واحد كاس العنبه. المهم المقادير غتلقاوهم في صندوق الوصف بعبار كاس العنبه وبالغرام، وغادي نزيدو عليهم واحد ثلث كاس من الماء عادي، يعني نفس القياس كيف ما قلت لكم كاس ديال العنبه. هنا معلقه كبيره ديال الخل، والقشور ديال الحامض غير باش ننكهو، يمكن لكم تستعملوا قشور ديال البرتقال او الفاني. هنا عندي من جوج كيسان حتى جوج كيسان وربع من الدقيق، المهم على حسب النوعيه ديال الدقيق. وعندي جوج ديال الخمارات المجموع ديالهم 16 غرام. كيف ما كتشوفوا المقادير فهما ساهلين. ونبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ناخذ البيض وغنطربوه مزيان مع السكر سنيده، كيف ما كتشوفوا طلعت البيض مزيان. فهاد الوقيته غنبدا نزيد الزيت، بالحق غادي نزيدو دفعات، وانا كنطرب في نفس الوقت. قبل ما غندير هاد قبل ما نزيد هاد الزيت، فغادي نزيد الخل على الحليب وغنخليه حتى يعقد. كيف ما كتعرفوا الخل كيختر الحليب. صافي دابا غادي نزيد الزيت مع التطراب، وانا كنطرب. شفتوا هنايا البيض طلع مزيان. غادي نزيد دابا الدقيق، الدقيق مغربل، غادي نزيد عليه الحميره. دائما الخميره ما نزيدوهاش على البيض نيشان، نخلطوها مع الدقيق وعاد نزيدوها. صافي غادي نزيد دابا القشور ديال الحامض. دابا غادي نزيد هاد الماء، والدقيق في نفس الوقت. غادي نبقى نزيد شويه السوائل شويه من الحليب. الحليب كيف ما كتشوفوا هو ولا عاقد بحال الريض. هنا راه كنخلط غير بالفوي. صافي ملي كنطلعوا البيض مزيان، ما كنبقاوش نكملوا في التخلاط بالباطو هكا باش ما يهبطش ليا داك البيض اللي طلعت. هادو كاملين النصائح خصنا ناخذو بعين الاعتبار وما نهملوهمش هكا باش ينجح معاك الكيك. نزيد دابا الحليب، شوفوا معايا هنا الخلاط. من بعد ما خلطت المكونات كامله، العبارة غتلقاوهم كيف ما قلت لكم العبارات بالغرام وبالميل في صندوق الوصف. هنا الدقيق راه على حسب النوعيه ديال الدقيق، هنا الدقيق من الاحسن نديرو الدقيق خاص بالحلويات. كيف ما قلت لكم جوج كيسان عامرين حتى لجوج وربع، هي 225 غرام بالضبط،
وتقدري تزيدي او تنقصي على حسب النوعيه ديال الطبق. المهم القوام اللي تحصلي عليه يكون هكا. حنا مع طلعنا البيض مزيان فكيكون هكا ثقيل بحال الا غنعملوا الجينواز. شفتوا؟ وغناخذوا اي مول دائري على حسب الرغبه عاوتاني، تقدروا ديروا اي مول عندكم. انا هنايا غادي ندير هذا المول دائري القطر اللي خديت هنا 22 سنتيم. ما عندوش القاعده داكشي علاش درت له الالومنيوم، وفوق من الالومنيوم درت ليه بابي كويسون. فهاد الوقيته هادي كنكون مسخنه الفران كيسخن مزيان على حسب كل وحده والفران ديالها. الا كان ديال الغاز فالعافيه تكون على نار متوسطه حتى المهيله، وتكون العافيه غير من التحت فقط، وكنخليوها طيب على خاطرها. ثلث ساعه الاولى فاش كتكون الكيك في الفران ما كنحلوش عليها الفران بالمره هكا، يعني باش ما تهبطش معكم الكيك. كيف ما كتشوفوا هاد الكيك من بعد ما طابت، وهنا غادي ندهنها باي حاجه عندكم مادام درت القشور ديال الحامض لداخل يعني في القلب ديال الكيك. فبغيت ندهنها حتى من الفوق بالعسل، صيبتو بالحامض. شنو درت ليه؟ هو خديت عصير حامضه، زدت عليها كاس صغير ديال الماء، كاس صغير ديال السكر سنيده، وخليتهم فوق البوطه حتى تعسلوا بالعسل بالنكهه ديال الحامض. ومن بعد خليته تبرد وغادي ندهن به هاد الكيك هكا، يعني باش نبقاو في نفس المذاقات. انا شخصيا كيعجبني المذاق ديال الحامض. وغادي نزينها من الفوق باللوز مهرمش كيف ما كتشوفوا، ونقدموها بالصحه والراحه. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك كيف ما كتشوفوا. قطعتها كتجي خفيفه 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 بزاف. الخل هو اللي كيخليها خفيفه وهشيشه من الداخل ورطبه رطبه بحال البونج، و خفيفه حتى في الماكله ديالها كتجي زوينه زوينه، ماشي من نوع داك الكيك اللي كيكون ثقيل. كنتمنى انني نكون فدتكم وكنت خفيفه على قلوبكم. ما تنسايش الا كنتي اول مره كتشوفي فيديو من فيديوهاتي فاشتركي بالضغط على الزر اشتراك او لصابوني او لسبسكرايب هكا باش يوصلك الاشعار ديال الفيديو الماجي ان شاء الله. ولا عجبك الفيديو ما تنسيش تخلي واحد لايك وتهبطي لتحت في التعليق وتخلي واحد تعليق يكون زوين بحالك ولشي دعيوه. وهكا نكون ساليت الفيديو ديال اليوم. سلامة، نتلاقاو فيديو ماجي ان شاء الله. سلامة.